ايوه جدها، ايوه ان هو ابو امها، ايوه انه راجل كبير. الاب هو اللي قال لها روحي احنا مش جد امك. خدوت اللي الاسنان غرزت فيها. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جداً، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلاً بيكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة اللي بنخالها بنرسخ لمفهوم هام جدا، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيده، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي للأسف اللي من بشاعتها أنا ترددت أكتر من مرة إني أتكلم فيها، لأن ما أقدرش. أولا علشان أوضح الجريمة دي وأبين بشاعتها لازم أن أبين صورة البنت اللي عندها 5 سنين و6 أشهر، قول 6 سنين، يعني كما هي 5 سنين ونص، 5 سنين ونص بالظبط، هنقول 6 سنين. الطفلة الجميلة دي لين طالب، الطفلة الجميلة الملاك دي 6 سنين. عشان أبين بشاعة الجريمة لازم أن أبين قبل وبعد. لين الجميلة دي أصبحت إيه؟ ما أقدرش أبين الصور دي ولا بين الفيديوهات بتاعتها اثناء الكشف عليها. البنت دي الاطباء لما حاولوا يكشفوا عليها بكوا، لما حاولوا يكشفوا عليها وهي بتموت بكوا. اترددت كتير، ودي من القضايا النادرة ان الواحد بيلقى نفسه مش قادر يشرحها ومش قادر يقولها بسبب بشاعتها. وللأسف الام ليها دور في الجريمة دي. الام اسمها وعد ابو خليل، المفروض تتحاكم، لكن ما اقدرش الوم على الاب، ما اقدرش، الله يكون في عون الاب. ايه اللي حصل للين طالب؟ يوم عيد الاضحى المبارك، للاسف الاب اللي هو طالب ده والام اللي هي وعد منفصلين، يعني ابو لين وام لين منفصلين عن بعض، متطلقين. لكن لين الطفلة الجميلة دي عايشة مع أبوها، عايشة مع أبوها، أمها جات له خدها ربيها أنت، فخدها أبوها يربيها. يوم العيد الأم اتصلت بيه، أنا عايزة البنت، عايزة لين، ليه؟ تقضي عيد الأضحى معايا. قال لها ما احنا النهاردة هنقعد والعيلة والبنتنا. قالت له لا أنا عايزاه. الأب قال لها طب خدي بالك منها، البنت بتتمتع بقدر كبير جدا من الجمال والبراء بأمانة، شفايفها دي بتبق دم، في ناس كده تلقى وشها كل العينين زي يكون متكحله، الشفايف زي يكون محطوط عليها روج، الخدود كلها حمار، رباني جمال رباني ملائكي، شفايفها بخدودها بعينيها بحواجبها، البنت جمال رباني. الاب كان بيخاف عليها جدا، لكن دي امه جات لاخوتها، انا رايحه عند بابا وماما هنقضي عيد الاضحى هناك في قرية اسمها قرية سفينة القطيع في عكار شمال لبنان، اسمها كده سفينة، سفينة القطيع، قرية اسمها كده. الأم خدت بنتها وراحت عند أمها وأبوها في الليل، يعني ست البيت وجدت البيت، الأم خدتها، ما فيش حد بيحضر العيد لوحده. الأم خدت بنتها لين وراحت عند أمها وأبوها عشان يقضوا العيد. ايه اللي حصل هناك؟ اول ما الجد شالها شافها على طول حاضنها ومجعتها على حجره، تيجي امها تاخدها يقول لها لا سيبيها، البنت دي جميله وابتدى انت شايفه ابوكي اللي داخل في اكتر من داخل على 70 سنه قاعد يقبل بنتك في شفايفها، بيقول انا هاكل بنتك، خاف على بنتك.
لما هو انت بتقولي ان هو كان بيبوسها في شفايفها بيقول انا هقطع شفايف البنت دي من جمالها، ده تحرش. ايوه جدها، ايوه ان هو ابو امها، ايوه انه راجل كبير. لكن احنا بنقول يا جماعه كل الانسان ما بيكبر بيرجع لمرحله المراهقه من تاني. الام لجت بنتها مره واحده، عشان بس نقول الام المفروض تتحاسب، لجت بنتها مره واحده وشها وارم، شفايفها متقطعه، حالتها البنت بتنزف دم. طيب ده بنتك عندها 5 سنين ونص، 6 سنين، شفايفها بتنزف دم من تحت وشفايفها متاكله وجدودها متبهدله، اجري على المستشفى، خافت من الفضيحه. وده مجتمع قبلي عشائري في لبنان، خافت. البنت ابتدت تطلع بتموت، روحها تطلع، جريت بيها على مستشفى اسمها مستشفى المنيا. الدكاتره اول مره قالوا لها بنتك في حاله خطره، بنتك نزفت كميه دم كبيره، لازم نعلق لها دم وفي خطوره على حياتها، لازم تسيبي بنتك. قالت لهم لا مش هسيبها. الدكتور استغرب، في ايه يا مدام؟ في ايه؟ قالت له لا انا مش هسيب بنتي في المستشفى. قال لها بنتك في حاله خطيره، بنتك بتموت. هي خايفه ان الشرطه تيجي، الدكتور هيثبت ان في انتهاك جنسي حصل لها، الفضيحه هتوصل، خايفه من ابو البنت لان ابوها روحه في البنت والبنت روحها في ابوها، البنت ما كانتش عايزه تروح عند امها في العيد، الاب هو اللي قال لها روحي احنا مش جد امك. خدت بنتها، الدكتور بيقول ايه؟ بيقول لحظه الكشف على بنت، طبعا البنت بتنزف من تحت، قال لك كميه الرعب اللي في عينين لين والخوف والزعاج ارعبتنا، مالها البنت دي؟ كل ما نيجي نكشف عن ساقيها ونشوف مصدر النزيف جاي منين، البنت رغم ان هي منهاره ورايحه من الدنيا لكن بتعافر وبتزعق بشكل هستيري، زي ما يكون خايفه ان احنا نكرر فيها اللي شافته من اللي عمل فيها كده. فبيقول لامها ايه اللي حصل للبنت؟ قالت له مفيش حاجه، ده وقعت من على السلم. طب لو توجع على السلم شفايفها بتتاكل، خدودها بتتعضعض، بيحصل لها تهتك في العضو الجنسي. خدت البنت وجريت، الدكتور قال لها بحذرك، جريت على البيت. الدكتور بيقول لك ايه ده، في ام بتجذب في حياه بنتها كده؟ ساعه ورجعت بيها تاني. الدكتور قال لها انا مش حذرتك، بنتك ماتت. انت جابها لي، بنتك ماتت. تعالي بقى اتصلوا بالشرطه، جات الشرطه، مره قالت ده وقعت من على السلم، مره قالت ده خبطتها عربيه، مره قالت ده عمها مين؟ اذا كان عمها اصلا ما بيروحش عندك وانت مطلق، وعمها اصلا انا واخدها من ابوها كده، اذا كان عمها اللي انت اتهمتيه مسجون في قضيه ومتوقف وبيتحاكم بالضغط بقى على الاسره الكريمه، الام والجده والجده، اقر الجد انه اغتصب البنت. صحيح في محاولات دلوقتي بسبب العشائر والقبليه، عيب نلم الموضوع نقول ان هي اي حادثه، لكن الاب رافض، ابو البنت رافض، بس في عادات عرفيه بتتقعد بين العائلتين دلوقتي، عيله الاب وعيله الام، عشان يسووا الموضوع ولو حتى بدفع تعويضات، خوفا على سيره القبيله والعشيره دي في وسط المجتمع اللي هم عايشين فيه في قريه سفينه بعكار شمال لبنان، سفينه القطيع. عشان كده الهاشتاج اللي طلع ان اي سياسي او اي مسؤول هيتدخل علشان طمس الحقيقة، علشان هنقول ان العيلتين اتصالحوا، طب والبنت ذنبها ايه في العيلتين؟ ذنب البنت ايه في العيلتين؟ انهم اتصالحوا، دمها هيروح فين؟ شفايفها اللي تقطعت، خدودها اللي الاسنان غرزت فيها، غشائها واعضائها التناسلية اللي اتفرتكت، مين يقول كده؟ في طفلة عندها 5 سنين ونص، وفي الاخر يقول لك اصل احنا مجتمع عشيري هنقعد مع بعضينا ونحلها. تحلوا ايه؟ خليكم حلتوها. البنت اللي ماتت دي الرعب، ده الطب بيقول، الطبيب بيقول لك كنا لما نيجي نقرب من رجلين البنت علشان نشوف بس النزيف، والبنت اصلا
في غيبوبة تايهة، ما كناش قادرين على البنت، كانت بتقاوم لآخر لحظة. يعني معنى كده ان اللي اغتصبها يا جماعة، والمصيبة ان تقرير الطب الشرعي قالك اعتدي عليها اكثر من مرة، عدة مرات، مما ادى لتهتك في كل اعضائها التناسلية. عذاب البنت شافته، عذاب. عشان كده كل ما كان يرقدوا البنت على الشيزلونج ويطلعوا هدومها وهي كلها دم، البنت كانت بتصرخ وترفص وقافله رجليها، عذبتهم رغم ان هي البنت شبه غيبوبه، لكن الرعب والخوف والصدمه العصبيه اللي تعرضت لها البنت خلتها تقاوم لغايه اخر نفس. والام المجرمه ما رضتش تجعتها في المستشفى، خليتها البيت خايفه على ابوها. جدها هو اللي اغتصبها، جدا اللي انتوا شايفين صورته وصورته دي هو اللي اغتصب البنت. عشان كده الهاشتاج طلع والمجتمع اللبناني كله نسي مشاكله وظروفه الاقتصاديه والحرب واسرائيل والضرب وحزب الله، نسوا ده كله وكلهم متكتلين. لازم حق لين يرجع، وكلهم مع ابوهم، حق لين طالب لازم يرجع، وان اي مسؤول سياسي هيتدخل للصلح العشائري هنكشف اسمه، واي مسؤول امني هيتدخل لكشف او السطر على اللي عمل كده هنكشفه. وابتدوا اللبنان بيتكلموا اشمعنا لما السعودية اتخطف شاب عندنا في لبنان في خلال ساعات تم القبض على الخاطفين، واشمعنا لما شاب انجليزي اتعرض للتحرش في لبنان في خلال ساعات تم القبض على اللي عمل كده، اشمعنا في موضوع لين لغد دلوقتي ما صدرش قرار توقيف للجد ومحاكمته. كل ده علشان الخلافات العشائرية ومحاولة طمس الحقيقة والصلح بين عيلة الاب وعيلة الام عشان سمعة العشيرة. ملعون ابو عشيرة على ابو عشيرتكم يا ولاد، هو ده وقت عشائر؟ هو وقت سمعة؟ واللي عمل في البنت كده، اللي اغتصب البنت الجميلة دي، البنت اللي زي القمر دي، اللي كانت امها شايفة ابوها اللي هو جد الطفل قاعد يبص في شايفة يقول انا اقول هاك خافي على بنتك، ودلوقتي الام بتنكي بتقول لك لا البنت كانت في الشارع. ابتدت تغير الرواية، البنت كانت في الشارع وانا المسؤول، انا ما اهتمتش بيها وقلت عيد وبنتي كانت تلعب في الشارع، ما اعرفش مين اللي عمل كده. تعرفيش ليه هيغتصبوها في الشارع؟ طب البنت لما تكون في الشارع ما جاتش قالت لك ليه؟ وليه الدكتور لما قال لك لازم تقعد في المستشفى رفضت وخدتيها واجريتي ليه؟ الاب بيقول لك مش هسيب حق بنتي، واي ضغوط هتعرض لها للصلح مش هتحصل. وبيقول يا جماعة احموني من الضغوط الكبيرة اللي متعرض لها بسبب العشائر وبسبب المحاولة طمس الحقيقة والتستر على الفاعل. يا ترى لبنان بقى في عز الأزمات دي هتقدر فعلا تخلص الموضوع ده، ولا ضغط العشائر وتدخل المسؤولين، وخاصة ان كل عشيرة فيها مسؤول واتنين، وممكن تلقى في العشير في واحد في الحكومة وواحد في وزارة الداخلية وواحد وزير، ويضغط طمس الحقيقة عشان يحافظوا على سمعة العشيرة والقبيل. يا ترى الحق هيظهر؟ ولين هتاخد حقها؟ زي الشاب السعودي لما اتخطف خد حقه واتقبض على الفاعلين، وزي الرجل الشاب الانجليزي اللي اتعرض للتحرش لما جابوا اللي اتحرشوا بيه وتعرضوا وخدوا احكام، يا ترى هنقدر بقى؟ ولا دي عشان لبنانية والضغوط العشائرية هيتم طمس الحقيقة ونقول لك ان دي حادثة وان مفيش اي اغتصاب؟ حرام عليكم. المدعي العام وجه الاتهام خلاص للجد، لكن الضغوط العشائرية وتم الصلح يبقى حسبنا الله ونعم الوكيل. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.